من محاضرتنا السابقة نحكي عن اليوم عن الـ pulmonary volumes and capacities. طبعاً نحكي capacity معناها يعني more than one volume. أوكي، هذا معنى capacity ببساطة. طبعاً زي ما احنا شايفين هذا هو عبارة عن جهاز. هذا الجهاز اسمه سبايروميتر، والسبايروميتر بيعطينا هذا الشارت اللي أمامنا الذي يمثل different respiratory volumes and capacities. زي ما حكيت الكاباسيتي هي عبارة عن more than one volumes together. فهذه الفوليومز اللي مثلا بهمني تعرفوها، في عندي بداية ما يسمى التايدل فوليوم. This is a tidal volume. هذا مثلا expiration, inspiration. Expiration, inspiration. ما هو التايدل فوليوم؟ التايدل فوليوم طبعا الافرج إله 500 مل. يعني أثناء الشهيق في هنا 500 مل بيدخلوا الـ respiratory system، و 500 مل بيطلعوا من الـ respiratory system أثناء الزفير. فطبعاً هذا الـ average، ولكن يختلف حسب الجندر يؤثر، الـ age يؤثر على هذا الـ volumes. في عندي different parameters that either increase or decrease the tidal volume. Tidal volume مثلا هو عبارة عن the volume of gas inspired or expired at rest in an enforced respiratory cycle. يعني at rest. إذا هذه التعريف يعني بهمني تعرفوها. يعني دكتور اللي هو الغاز اللي inspired نفسه نفس كمية اللي بيصير له expiration. نعم، ولكن ال 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 components تختلف. تختلف. يعني عندك ال inspired 500 لكنه oxygen كمية، في عندك different gases. أوكي، اللي بيطلع في عندك more carbon dioxide. أوكي، ولكن كvolume نعم، الذي يدخل يساوي الذي يخرج. ولكن في عندما يسمى الـ inspiratory reserve volume، هو عبارة عن the volume of air above the tidal volume. يعني هذا هو tidal volume. Expiration حكينا inspiration أو inspiration. فإذا هاي هي نهاية التايدل فوليوم. فالفوليوم اوف جاز بيوند او اباف التايدل فوليوم هو عبارة عن هذا الحجم، وهذا الحجم هو عبارة عن الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. يعني اثناء الستريس انت ما بتاخذ 500 مل، انت بتاخذ اكثر من 500 مل. فهذا ما يسمى الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. وأيضا في عندي beyond and after the tidal volume، أيضا في عندي هناك كمية من الهواء بإمكانك تطلعها أيضا أنت أثناء الستريس. هذا الزفير بقوة بنسميه expiratory reserve volume. وبالتالي إذا في عندي inspiratory reserve volume، في عندي expiratory reserve volume. The inspiratory reserve volume, the maximum volume of gas that can be inspired during the stress, the forced breathing, above the tidal volume, in addition to the tidal volume. مين رفع ايده؟ انا دكتور كنت اسال عن inspiratory reserve volume. نعم.
الفكرة. مش سامع. بقول كنت حاب أسأل عن inspiratory reserve volume بس وصلت الفكرة. يعني بالغلط؟ لا لا كنت أسأل بس سيدة ما حكيت إنه forced breathing خلاص وصلت. أيوة بالضبط. قلت لك هو beyond وبالتالي هو أثناء الاسترس. بينما ال expiratory reserve volume the maximum volume of gas that can be expired forcefully beyond the tidal volume. هذا معنى ال expiratory reserve volume. منلاحظ إنه even after forced expiration يظل في عندي هواء متبقي في اللنج. يعني حتى بعد الزفير بقوة وبعمق في عندي هواء متبقي داخل اللنجز أو داخل الريسبيراتوري سيستم بنسميه الريزيجوال فوليوم. الريزيجوال فوليوم وهذا تقريبا الريزيجوال فوليوم زي ما انتم شايفين يعني تقريبا هو 1200 او 1100 مل من الهواء. فهذا هو عباره عن الريزيجوال فوليوم. فالريزيجوال فوليوم هو عباره عن the volume of gas remaining in the lungs after maximum expiration. اذا اللنجز دائما بدها فيها هواء. الهواء المتبقي في اللنجز بعد النورمال ريسبيريشن اللي هو عباره عن ولكن هذا ليس حجم عباره عن مجموعه حجوم فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي functional residual capacity. إذا أنتم شايفين تقريبا يعني 2.5 لتر تقريبا. فدائما وأبدا في عندي هواء متبقي في اللنجز بعد النورمال respiration بعد التايدل فوليوم بعد ما نعمل expiration normally. هذا عبارة عن functional residual capacity وهو عبارة عن مجموع اللي هو عبارة عن مجموع ال expiratory reserve volume و residual volume. احكي يا سوار. اوكي دكتور هلا اذا سمحت سؤال. هلا نحن ممكن يصير في عندنا maximum expiration من دون ما انه نوصل لصفر سنتيمتر؟ بس عندك ماكسيمم ماكسيمم اكسبيريشن اها ويضل في كمان عندنا هواء باللنج لانه هلا هون انه حاطين افتر اكسبيريتوري ريزيرف فوليوم. هلا يعني نحن افتر ماكسيمم هلا مش المفروض انه تكون ماكسيمم انه يكون معناه انه يطلع كل الهواء اللي باللنج ولا ممكن لا 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 انت الان تاخذي 500 يعني في حاله الراحه 500 مل مثلا حكينا لأن 500 هي عبارة عن الأفريج و500 هي صراحة مثلاً واحد وزنه 70 كيلو جرام وعمره تقريباً 20 سنة. ولكن قلنا هذه الكميات تختلف حسب الإيج حسب الجندر إلى آخره. فأنت الآن في حالة الراحة تأخذ 500 مل شهيقاً وبتطلع 500 مل زفيرة هي عبارة عن التايدل فوليوم 500 إنسبيريشن و500 إكسبيريشن. لما نعمل expiration rest expiration في عندي هواء متبقي في اللنج اللي هو عبارة عن ال functional residual capacity. أوكي بالتالي في دائما أبدا في عندي هواء موجود اللي هو تقريبا 2.5 لتر وهذا مهم جدا له أهمية مش راح أطرق لأهميته. يعني مثلا ببساطة أنا بحكي لك شو مثلا أهميته يعني بحكي لك عن نقطة واحدة لأنه هذا الشيء كله راح يعني راح نغطيه بعدين. أهميته مين ممكن يحكي عن أهمية وجود يعني هواء في اللنج بعد نعم عشان الانسبيريشن اللي بعده يكون أسهل
إذا هذه واحدة مش هذه واحدة حتظل في عندي هناك إيش؟ خلينا واحد واحد خلينا نجاوب النقطة الأولى. زي ما حكى زميلكو حكى إنه الريسبيريشن الثاني راح يكون أسهل لأنه we keep our lung inflated. يعني لو في عندي زفير في عندي هواء متبقي إذا اللنج بعته مفتوحة. وبالتالي إذا هذا مثلا ما في مصرف عندي انكماش، لو كان في عندي انكماش راح يكون في عندي صعوبة بإدخال هواء جديد إلى آخره. فإذا هذه فائدة. فائدة ثانية، مين بحكي لي فائدة ثانية؟ مين رافع دعاء سوى ممكن يكون دكتور من شان هلا إنه نحنا قبل فترة أخذنا إنه بيكون في عنا vasodilation وبيكون في عنا بالperiferal ال vessels بيكون في عنا العكس تماماً. هلا من دون هيك ممكن يكون في عنا brain stroke صح؟ يعني قصدك قصدي إنه بيحمي الperiferal vessels من إنهم يوصلهم أكثر أكسجين. أضل أي اللي هي النقطة إنه الآن circulation the blood flow is continuous flow صح؟ ما في عندي تقطع للدورة الدموية دائما وأبدا، في عندي هناك blood flow during systole and during diastole. حكينا during systole the heart contracts بصير عندي blood flow، وأثناء الدايستولي حكينا بصير في عندي ريكويلينج باك للأورطة، ترجع الأورطة لوضعها الطبيعي وبالتالي بتشتغل أزا بامب، وبالتالي بصير في عندي هناك استمرارية لتدفق الدم. وبالتالي إذا البلود فلو is continuous either during systole and diastole. However الريسبيراتوري سيستم الاير فلو is not continuous. في عندي flow during the inspiration بس during the expiration ما في عندي flow للاير. الاير يدخل من برا لجوا خلال ال inspiration ويخرج من اللنجز للخارج عن طريق ال expiration process. إذا it is not continuous, it is intermittent process ال respiration. وبالتالي وجود هواء متبقي دائما أبدا في اللنجز معناته دائما في عندي gas exchange، لأن لو كان الهواء يعني يخرج بالكامل من اللانجز في مشاكل كثيرة حتصير. من ضمن هذه المشاكل إنه راح يجي الدم لللانجز ومش راح يلاقي أكسجين، وبالتالي وجود هواء متبقي في اللانجز على مدار الساعة هذا بيجعل عملية الغاز إكسجين between the respiratory system and between the blood continuous process. إذا هذه من يعني من الفوائد، فوائد كثيرة جدا مش راح نتطرق إليها الآن، نحكي عنها سيستم القادم. يا محمد بشار نمشي. دكتور بس سؤال لو سمحت، الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم احنا نقدر نعمل انسبيريشن اكثر من اكسبيريشن؟ حسب الرسم مبين انه اكثر. مش فاهم عليك شلون. يعني حسب الرسم الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم انه الواحد بيقدر يعمل انسبيريشن اكثر ما يعمل اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يعني ويقدر يعني زي ما انت شايف هون انه ممكن الواحد يسحب نفس اكثر. اوكي، لانه هذه هي بالاساس فيها 2500 تقريبا. بالاساس فيها 2500 صح؟ ايش هي الرئة؟ يعني هم بس لما بلشين من عند 2500 لا التوتال لانج كاباسيتي تقريبا، هو مش مبين طبعا صحيحه بس يعني هي تقريبا 6000 مل، يعني 6 لتر. وما في عندي مور يعني inspiration أكثر من expiration، لأنه قلنا في عندي هناك عضلات أكثر تعمل. أوكي، تعمل يعني inspiration inspiration أكثر، وبالتالي بيكون في عندك توسع أكثر. لكن ما عندك بصير عندك limitation في آلية expiration، بصير يعني صح muscles لها دور لكن عددها أقل، وفي عندك ليميتيشن نتيجه التشست سكيليتونز، ما بصيرش برضو عندك الاكسبيريشن يعني بشكل يعني مساوي للانسبيريشن. فاذا دائما وابدا في عندي هناك هواء متبقي في اللنج بعد النورمال
expiration، وهذا الهواء تقريبا قلنا 200 عفوا 2.5 لتر، وهو عبارة عن functional residual capacity. ومدام capacity إذن هي عبارة عن مجموع two volumes اللي هم residual volumes زائد expiratory reserve volume. وأيضا after forced expiration الحجم المتبقي هو عبارة عن residual volume، هو عبارة عن residual volume. يعني بهم تعرفوا هاي يعني الحجوم الأساسية. أيضا vital capacity هي عبارة عن يعني برضو مهم لكن منغطيها بالrespiratory system في السنة الثانية بشكل يعني أوسع لأنها مهمة جدا، ولكن هي عبارة عن الماكسيمم. لو بدي أجي أعرفها الفيتال كاباسيتي هي عبارة عن the maximum air that can be expired forcefully after forced inspiration، كمية الهواء التي تخرج من الجسم زفيرا ولكن بعمق وبقوة بعد شهيق عميق. هذه هي عبارة عن الفيتال كاباسيتي. إذن تعريف الفيتال كاباسيتي: the maximum amount of gas that can be expired after maximum inspiration. ببساطة إذن هذه عبارة عن الفيتال كاباسيتي. فإذا يعني بهمني مثلا تعرفوا ما هو التايدل فوليوم، مقداره تقريبا 500، ما هو الريزيجوال فوليوم حاليا، وما هي الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي. أنا هذول أهم شيء صراحة، الثانية تعرفون مشغلات يعني، لكن هذا من راح نرد نغطي مرة ثانية لأن أنا بدرس الـ يعني الفسيولوجي بارت في الريسبيراتوري سيستم، فبعرف شو بغطي، بحاول مثلا أعطي شغلات بس رئيسية والشغلات الثانية مرة نغطيها. فش داعي نعمل يعني ريبيتيشن لنفس المعلومة في السنة يعني القادمة. بالتالي نعطي يعني في العادة زي ما قلت لكم يعني زي إنترودكشن، بعدين بنكمل إن شاء الله في السيستم القادم. فأنا بعرف شو بغطي يعني في السنة الثانية. أوكي هون نتعرف على ما يسمى الـ partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide. الـ partial pressure of oxygen في الـ alveolar air يعني في الـ alveoli تقريبا أنا دائما يعني الأرقام صراحة هي تختلف من كتاب إلى كتاب، بس يعني 105 يعني بعض الكتب تحكي لك 100 وهذا 95 بدل 100 95. بهمني الفكرة أنا طبعا ليش 105؟ والـ partial pressure of oxygen في الـ atmospheric air تقريبا 160 159. ليش 159؟ الهواء الخارجي الـ partial pressure فيه كم؟ 760 مليمتر ميركوري. نسبة الأكسجين 21%. 21 على 100 ضرب 760 بيعطيك الـ partial pressure of oxygen. فالـ partial pressure of oxygen في الـ atmospheric air 160 أو 159 doesn't matter يعني okay. ولكن في الـ alveoli صار 105. ليش صار 105؟ طيب هو كان 100 فدخلها أكسجين إلى الجهاز التنفسي، نسبته في الهواء الخارجي 160 مليمتر ميركوري، في الألفيولاي صار 105 مليمتر ميركوري. واي دكتور؟ لأن الـ PCO2 زادت. لأنه الـ PCO2 زادت.
لأن الـ PCO2 ازدادت، لأن صار له humidification أثناء دخوله عبر الـ respiratory system. في عندي هناك الـ conducting zone، بصير فيه هناك إشباع له بالـ في الـ water vapor، وبالتالي يقل تقل نسبة الأكسجين. وأيضا جزء من الأكسجين انسحب إلى الدم، فإذا تصبح النسبة أقل من الأتموسفيريك بريشر. طيب ليش صار هونية في سيستميك بلاد؟ ليش صار مية؟ عشان الفين اللي راجعين للرئة. أي فين؟ بلمناري. طيب وهي البلمناري فينز أجع الرئة وأخذ أكسجين ورجع، فهاي نتيجة حكينا إشباع الهواء ببخار الماء، بدل 109 بدل 160 صارت 100، ونتيجة طبعا سحب الأكسجين إلى الدم فصارت 105. طيب إيش صارت هنا 100؟ ممكن تطلع الخلايا اللي يمون فيها البلمونريشن دكتور؟ لا ما سمعتش، بس خلي وعد تحكي أول إشي. شو يا وعد؟ ممكن دكتور لأنه صار في على علي صوتك ترى يا دوب سامك أنا. ممكن دكتور نفس الرئة أخذت أكسجين، يعني الخلايا نفسها تاعت اللنج. طيب قلنا لا لا مش صحيح، بس ليش صارت 100؟ مين كان رافع ايده؟ مين كان رافع ايده كمان؟ خليني اشوف. محمد سوالمه. دكتور ممكن تفرعات الشريان ابهر قبل ما يصل القلب؟ لا لا لا. يا عبد الله. عشان البرونكيال فين مش البلمونري. احسنت، نعم. برونكيال فين، مش حكينا في محاضرة سابقة إنه في عندي البرونكيال فينز تعيد الدم، لا تعيد الدم مباشرة، قلنا لوين؟ إلى الرايت سايد أوف ذا هارت، بتعيده إلى الليفت سايد أوف ذا هارت، فبصير في عندي لايك كونتامينيشن للبلد الموجود في الفريش بلد الموجود في الليفت سايد أوف ذا هارت، which come from the respiratory system. So the contamination بالبلد اللي جاي عبر البرونكيال فينز، هذا بيكون غني بالسي او 2. فاذا دم دي اوكسجينيتد اختلط بدم فريش هايلي اوكسجينيتد، فهاي بدل ما تكون 105 تصبح 100. دكتور ليش البي سي او 2 ما تغيرش؟ نعم ليش PCO2 ما تغير؟ هذا سؤال يعني عن جد سؤال ممتاز جدا. ليش ما تغير CO2؟ ليش لم تتغير CO2؟ CO2 هيها كانت 40 وظلت 40. فكروا بهذا السؤال، سؤال يعني ذكي، إلى علاقة يعني بالكيمو ريسبتورز. دكتور لو تغيرت واحد لا 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 طيب ليش ما تغيرت؟ يعني ليش ما يعني ما زال أكيد إذا صافي عندك زيادة في البي سي مثلا، لكن لو ليش ما صار 45؟ هي 45. دكتور انت حكيت كيمو ريسبتورز، ما اقول عملت فازودايليشن يعني انه صار عشان التركيز الاو تو قل.
دكتور هلا ممكن انه لحظه لانه النت عندي انا شكله فصل رد يعني رجع هسه. لا انت عملت دكتور ميت لحالك عن جد؟ اه هسه انا هلا شفت انها ميوت بس يعني اول شفت انه النت اوكي اوكي هلا دكتور لحظة لحظة, لحظه 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 شوي لحظه شوي خلاكين هاي احكي سوار ايه كنت احكي انه ممكن لانه الكيمو ريسبتورز بيحافظوا على كميه ثاني اكسيد الكربون ما بيخلوهاش تنقص اشي الكيمو ريسبتورز بيحافظوا على كميه ثاني اكسيد الكربون بيخلوهاش لا تعلى ولا تقل لازم تضلها ثابته صح طيب ما بيحافظوا على البي او 2 احنا يعني بنرد نناقشه بعدين بس يعني فكروا فيه يعني سؤال يعني دائما انا بسأل صراحه لطلاب يعني بسأله بالمحاضرة ما بجيبه كسؤال لأنه يعني you have to think about this يعني 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 concert خلينا نحكي أوكي فيعني هو نسأل بي يعني بهذه المحاضرة فبس يعني ابحثوا ليش ما بصيرش عندي تغيير واضح في PCO2 نتيجة يعني الميكسينج between البرونكيال venous blood مع الفريش بلاد الموجود في الليفت سايد اوف ذا هارت اللي مصدره الرئه طبعا البي سي او يعني بيهمني تحفظوا هذه الارقام صراحه انت ذس از فيري امبورتنت اوكي فالبي او 2 يعني هي صراحه انا بفضل انها تكون 100 ولكن حسب يعني هذا المرجع 105 مش هالاختلاف العظيم فبيهمني تعرف كم البي او 2 في الالفيولاي الـ PO2 في الـ Atmospheric Air والـ PO2 في الـ Antigen. أوكي. ونفس العملية الـ PCO2 بهذه الأماكن جميعها. قديش بالـ Venous وقديش في الـ Systemic. فهي عبارة عن Systemic Blood. الـ PCO2 40. الـ PO2 100. في الفينوس هذا دي اكسجينات البلد في الفينوس البي او 240 البي سي او 245 اذا الفينوس احنا دائما نحكي عنه دي اكسجينات ولكن في اكسجين لما نحكي دي اكسجينات منزوع الاكسجين لا نعني انه الاكسجين صفر في اكسجين فالبي او 2 هي 40 معناته في عندي اكسجين هذا فدائما ابدا في هناك اكسجين في الـ venous blood اللي هو بنسميه دي منزوع الأكسجين لأنه مأخوذ منه أكسجين أصلاً ولكن لا يعني إنه الـ PO2 zero هذا طبعاً برضو حكينا عنه في محاضرة سابقة حكينا إنه 98.5% من الأكسجين يتم نقلها على الهيموغلوبين 1.5% من الأكسجين بتكون دائماً في بلازما الدم وأيضاً حكينا إنه 7% من الـ CO2 بتكون dissolved gas 23 مرتبطة على الهيموغلوبين و 70% يتحول الـ CO2 إلى بايكربونات عن طريق الكاربونيك أنهيدريز رياكشن. أوكي. الأكسجين وين بيكون مرتبط على الهيموغلوبين؟ بالآيرون. قدرت الحديث دكتور. مجموعة الهيم. على الآيرون. طيب. صحيح طيب والسي او 2 وين بتكون مرتبطه ما بترتبط بالهيموغلوبين السي او 2 ما بترتبط مش سامع السي او 2 ما بترتبط بالهيموغلوبين ترتبط اي 23% من السي او 2 بتكون مرتبطه على الهيموغلوبين الاتش بي هيموغلوبين الاتش بي هيموغلوبين دكتور بتكون على شكل اتش سي او 3 ماينس ما هي 70 هاي اللي بتكون على شكل بايكر بتكون ذائب في بلازما الدم ففي عندك 70% من السي او 2 بيكون ذائب في بلازما الدم على شكل بايكربونات وعندك 7% بتكون ذائب على شكل غاز على شكل سي او 2 يعني و23% بتكون مرتبط على الهيموغلوبين فاذا السي او 2 ينافس الاكسجين على مكان الارتباط اللي هو الايرون اوكي صح حكينا مرتبط بمكان ثاني ولا ينافس
شو رأيك أنت؟ أنت حكيت للآن أو مش للسي أو. طيب أنا شو حكيت؟ حكيت إنه اللي ما بنافس الآن أو. الآن أو ترتبط على الهيموغلوبين، وحكينا لها دور بأنها تعمل فازودايليشن وبالتالي تتحكم بالبلد فلو. حكينا إنه الهيموغلوبين ممكن يتحكم بالبلد فلو لأنه بإمكانه يعمل على نقل النيتريك أوكسيد، هذه تعمل فازودايليشن. بس أنا بحكي الآن عن السي أو 2 الذي يرتبط على الهيموغلوبين، ينافس الأكسجين على مكان الارتباط اللي هو الآيرون الكربون دايوكسيد، صح؟ لا دكتور، ما هو CO2 ما مرتبط بالحديد، صح؟ مرتبط، CO2 يرتبط على الهيموغلوبين بس مش على الحديد. أحسنتي، مش على الحديد، العدو مين؟ دكتور على الأمين جروب كانوا على الأمينو. نعم، هو لا ينافس CO2 ولا ينافس الأكسجين على مكان الارتباط وهو الحديد. الذي يرتبط على الحديد هو الأكسجين، وممكن مين ينافسه؟ CO2. CO نعم، اللي هو أول أكسيد الكربون اللي هو المونوكسيد CO. والCO يرتبط يعني حبه للحديد 200 ضعف الأكسجين، والCO يرتبط irreversibly، بيظل ملتصق ب ب ب الهيموغلوبين، بينما الأكسجين reversibly، يعني الأكسجين بصير له loading وunloading حسب نسبته. فلو مثلا الدم بيكون في البلمونري كابيلاريز الاكسجين نسبته متدني، فبتصير عندي لودينج، ينتقل الاكسجين من اللنج الى الدم. ولكن عند الانسجه نسبه البي او 2 بتكون متدنيه بالانسجه، فبصير عندي انلودينج تفريغ، ينتقل الاكسجين من الدم الى الانسجه. بينما الكربون مونوكسيد سي او بظل ملتصق بالهيموغلوبين، بالتالي ات بايندز irreversibly. واضح؟ CO2 لا يرتبط على الحديد، يرتبط على الأمينو أسيد، وهي مكونات الجلوبين، لأنه قلنا الهيموغلوبين هو عبارة عن جلوبين وهيم، هيم عبارة عن صبغة مع ذرة حديد، والجلوبين هو عبارة عن بروتين sequence of amino acid. واضح؟ يعني هذا يعني أهم بهذه المحاضرة. نبلش بمحاضرة الجهاز الهضمي. طبعاً الدايجستيف سيستم بإمكاني أقسم الدايجستيف سيستم إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو عبارة عن functional organs، في عندي functional organs، في عندي accessory structures. functional organs عبارة عن oral cavity والpharynx والأسفيغاس ستومك والسمول واللارج انتستين. في عندي السمول انتستين، وأيضا في عندي اللارج انتستين بكل أجزائها. في عندي الأسندين كولن، في عندي الترانسفيرس كولن والدسندين كولن، هذا الأسندين كولن ترانسفيرس كولن وديسندينج كولن، بعدين في عندي سيجمويدال كولن ريكتام والأينال كانال، بعدين الأينس فاينالي. طبعا هذه كلها عبارة عن الفونكشنال ستركتشرز للجاسترو انتستينال تراكت. الأكسسوري أورغانز هي عبارة عن تيث، تانج، salivary glands والليفر والجول بلدر والبنكرياس. هذه عبارة عن
المكونات الأساسية للأكسسوري أورجانز. طبعاً هي أكسسوري أورجانز لأنه يعني هي تساهم في في عمل الجهاز الهضمي، ولكن لها وظائف أخرى مهمة جداً، ولكن هي تساهم في آلية الهضم ولكن indirectly. طبعاً في عندي 6 basic processes أو functions في الجهاز الهضمي. طبعاً أحياناً في بعض الكتب بتقسمها يعني إلى أنه في عندي 4 أساسيات. الأربعة الأساسيات هم 6 بشكل عام. في مثلاً عندي الإنجستشن، وفي عندي الديفيكيشن، يعني في بعض الكتب بتتطرق له مش بشكل يعني واضح، لكن هذه أيضاً من وظائف الجهاز الهضمي، هي الديفيكيشن والإنجستشن. الإنجستشن هي عبارة عن taking food into the mouth اللي هي الإيتينج، ولكن بعض الكتب تقسمهم إلى 4 وظائف رئيسية وأساسية اللي هي الموتيليتي والسكريشن والدايجستشن والأبسوربشن. هذه عبارة عن الوظائف الرئيسية. إيش معنى السكريشن؟ هي عبارة عن الريليز release of exocrine and endocrine products. صار عندي هناك إفراز لإكزوكراين وإندوكراين برودكت. إكزوكراينز من غدد، ولكن غدد بيكون لها داكتس تقوم بإفراز certain products، قد تكون عبارة عن أسيدز، قد تكون عبارة عن ميوكس، قد تكون عبارة عن إنزيمز أو فلويد. وفي عندي إندوكراين، الإندوكراين إفرازاتها عبارة عن هرمونات، لأن هذه غدد صماء ductless ما إلها ducts. فالإكزوكراين products هي عبارة زي ما حكينا، قد تكون عبارة عن acids hydrochloric acid، ممكن تكون عبارة عن fluids water bicarbonate bile lipase pepsin، عبارة عن إنزيمات هاضمة amylase trypsin elastase and histamine. فهذه عبارة عن إفرازات الإكزوكراين، بينما إفرازات الإندوكراين هي زي ما حكيت هي عبارة عن هرمونز. وهذه الإفرازات سواء كانت الإكزوكراين secretions or الإندوكراين secretions، these substances or products are secreted into the GI tube إلى الاستومك أو إلى السمول انتستين، وهذه طبعا تساهم في عمل الGI وبتعمل regulation للGI، تعمل regulation للGI secretion، تعمل regulation للجي اي motility الى اخره. فاذا الاكزوكراين secretion تساهم mostly بآلية الدايجستشن الهضم، بينما الاندوكراين اللي هي عبارة عن هرمونات، secretion تاعها عبارة عن هرمونات، هذه تساهم في الريجوليشن للجي اي، وزي ما حكيت تعمل ريجوليشن للموتيليتي، تعمل ريجوليشن للموفمنتس اوف الدايجستد فود فروم وان كومبارتمنت تو انذر عن طريق الريجوليشن للصمامات الموجوده، عن طريق
تنظيم حركة هذه الأجزاء المختلفة. والإندوكراين هي عبارة عن هرمونات، من الأمثلة عليها في عندي جاسترين، سكريتين اللي هو سي سي كي، كولسيستوكاينين، وسوماتوستاتين. واضح. الوظيفة الثالثة هي عبارة عن موتيليتي، والموتيليتي in general قد تكون عبارة عن mixing movement، أو قد تكون عبارة عن propulsion. الميكسينج تساهم في آلية الهضم، بينما البروبالسيف موفمنت تساهم في حركة المواد الغذائية المهضومة من مكان إلى آخر، زي البيريستالتيك موفمنت. البيريستالتيك موفمنت هي عبارة يعني بقدر أحكي هي عبارة عن بوث، تعمل يعني ميكسينج وتعمل أيضا بروبالشن اللي هي الحركات الدودية. وبالتالي إذا الميكسينج والبروبالشن عبارة عن أنواع، وفي عندي ميكسينج أيضا، وفي عندي سيجمنتيشن موفمنتس، هذه تحدث في السمول انتستين، مش راح أتطرق بهذه الأمور يعني in details. أوكي، أيضا من نقطة في السنة الثالثة، لأنه أنا أيضا بأخذ الدايجستيف سيستم، فما بديش فيها تكون overwhelmed من الآن، في أمور نغطيها لاحقا. فهون إذا مهم تعرف أنه في عندي هناك motility، وهي عبارة عن contraction relaxation cycles. تشوفين contraction للسموث muscles وrelaxation للسموث muscle الموجودة في جدار الجهاز الهضمي. دكتور بس سؤال، البروبالشن عش حكيت بتساعد؟ نعم. البروبالشن عشو بتساعد؟ البروبالشن في العادة هي عبارة عن حركات تعمل على نقل المواد الغذائية من سيجمنت إلى سيجمنت آخر. بروبالشن يعني الاستومك على سبيل المثال تنتقل إلى الدوادينا اللي هو أول جزء من السمول انتستين، وهكذا. ميكسين تعمل على خلط المواد الغذائية مع الإنزيمات مع الأحماض مع الفلويدز، بحيث أن يصير عندي هناك good digestion. الدايجستشن بشكل عام يعني في عندي two types of digestion، في عندي mechanical digestions وفي عندي chemical. mechanical digestions مثل chewing على سبيل المثال، هذا عبارة عن mechanical digestions. chewing عبارة عن mechanical digestions، وهذا يحدث في الأورال كافيتي. أيضا نتيجة الكونتراكشن ريلاكسيشن للسموث مصل الموجودة في الأجزاء الأخرى، قد يحدث هناك breaking down للفود برودكتس، وبالتالي هو عبارة عن ميكانيكال digestion. ولكن الكيميكال digestion اللي هو الأكثر أهمية هو عبارة عن hydrolysis reaction that break down الفود components إلى their monomers، يعني breaking down للكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي عبارة مثلا عن polysaccharides، مش راح يصير لها امتصاص، لابد أن تتحول إلى monosaccharide حتى يصير لها امتصاص. هذا يحدث نتيجة hydrolysis reaction، نتيجة إنزيمات معينة، عندي تحطيم للكربوهيدرات، أوكي، إلى its monomers اللي هم المونوساكرايدز. المونوساكرايد البادي سيلز can absorb these molecules. الليبيدز أيضا تحول إلى its monomers، ولكن ممكن يكون في عندي هناك absorptions ل short chain of fatty acid، ممكن، ولكن يجب أن يتحول إلى free fatty acid حتى يصير absorptions. البروتينات
تتحول ايضا الى امينو اسيد. ولكن ليس من الضروري الى 3 امينو اسيد، ممكن يكون في عندي 2 امينو اسيد مع بعضهم البعض او 3 امينو اسيد مع بعضهم البعض. فاذا البروتين عندما يتحول الى 3 امينو اسيد او الى 2 امينو اسيد together او 3 امينو اسيد together، هذول كلياتهم ممكن يصير لهم absorptions. هذا راح نشوفه كمان شوي. فاذا في عندي digestion، في عندي ميكانيكال وفي عندي كيميكال. الاكثر اهميه هو عباره عن الكيميكال digestion، وهي عباره عن a series of reactions تعمل breaking down للفود products الى its monomers او الى smaller molecules. بس نحكي المونيمرز الى smaller molecule that the body cells can use. وفي عندي الابسوربشنز. طبعا الدايجستشن والسكريشن والموتيليتي كلياتهم بيشتغلوا عشان يصير في عندي بالنهايه good absorptions. فإذا الدايجستشن والموتيليتي والسكريشن، all these processes are work together بحيث انه بالنهايه يصير في عندي efficient absorption. والديفيكيشن ببساطة هي عبارة عن emptying of rectum من الويست برودكت، برضو مش رح نتطرق لها به يعني هذا الكورس. فإذا الوظائف الرئيسية الأربعة عبارة عن motility وعبارة عن secretion وdigestion وabsorption. فمثلا على سبيل المثال لو بدي أجي على الأورال كافيتي والأسفيغاس، في عندي هناك motility اللي هي عبارة عن swallowing، وفي عندي secretion، في عندي secretion للسلايفا من السليفري جلانس. في هناك digestion، نعم في digestions للكربوهيدرات وللفات. فإذا الدايجستشن للكربوهيدرات وللفات وين ببلش؟ الدايجستشن begins في الأورال كافيتي عن طريق إنزيمات. في إنزيم يسمى lingual lipase، lingual يعني لساني، يتم إفرازه من خلايا لسانية يساهم بهضم الفات، ولكن minimal digestion lingual lipase. وأيضا في عندي salivary amylase، أيضا إنزيم يتم إفرازه عن طريق salivary glands، أيضا بيعمل digestions ولكن minimal digestion للكربوهيدرات. لا يحدث أي امتصاص للمواد الغذائية في الأورال كافيتي ولا بالأسوفيغس. في الاستومك في عندي هناك موتيليتي، نعم في عندي موتيليتي، هي عبارة عن بيرستالتيك موتيليتي، وهي عبارة عن ميكسينج وبروبالسيف موفمنت. في عندي هناك ميكسينج وفي عندي بروبالشن في الاستومك. في سكريشن، نعم في سكريشن للهيدروكلوريك أسيد، في عندي secretion أيضا للايبيز. هذا اللايبيز في الأورال كافيتي سميناه lingual lipase، while the lipase that is secreted from stomach cells بنسميه gastric lipase. gastric lipase يعني مهم جدا في الأطفال، okay. أكثر من الأدلت. وفي عندي هناك إفراز للميوكاس، وفي عندي هناك إفراز للبيكربونات. أيضا في عندي في الاستومك إفراز للجاسترين من جي سيلز. فإذا الجي سيلز الموجودة في الاستومك تعمل على إفراز الجاسترين،
طبعا ايضا في عندي هناك جي سيلز موجوده في الابر بورشن اوف سمول انتستين ايضا تابعة لافراز الجاسترو. هل في عندي دايجستشنز في الاستومك؟ نعم، في عندي دايجستشن للبروتينات والفاتس. البروتينز دايجستشن ببلش عن طريق البيبسين، كل واحد حكي عنه كمان شوي. طبعا يعني زي يعني انا بعطيكم كل الشغلات بشكل يعني سريع جدا التي تحدث بهذه الاجزاء، ما هي البروسيسز التي تحدث بالاستومك في السمول انتستين في اللارج انتستين، لكن راح نغطيها الان. واضح؟ فاذا في عندي بالاستومك موتيليتي، وفي عندي سكريشن، وفي عندي دايجستشن، وفي عندي ابسوربشنز، ولكن ايضا الابسوربشن الذي يحدث هو ابسوربشنز محدود جدا، يحدث امتصاص مثلا لبعض الادويه مثل الاسبرين عبر جدار المعده، وايضا الكحول ايضا يتم امتصاصه عن طريق جدار المعده. في السمول انتستين في عندي موتيليتي، وفي عندي سكريشن، وفي عندي دايجستشنز، وفي عندي ابسوربشنز. معظم الابسوربشنز يحدث في السمول انتستين. في اللارج انتستين في عندي موتيليتي وفي عندي سكريشن، ولكن في العادة السكريشن الذي يحدث في اللارج انتستين هو عبارة عن ميوكس سكريشن. هل هناك دايجستشنز؟ ما في دايجستشنز في اللارج انتستين، ولكن في عندي دايجستشنز يحدث عن طريق البكتيريا، بس في عندي هناك فيرمنتيشن، وبالتالي ما في عندي actual digestion في large intestine. هل في عندي absorptions؟ نعم في عندي absorptions، ولكن الabsorptions الذي يحدث في large intestine هو absorptions في العادة للsalts والwater إضافة إلى vitamins. هذه الvitamins اللي بيصير لها absorptions في large intestine هي عبارة عن vitamin تم تصنيعها عن طريق bacterial enzyme. يعني البكتيريا النورمال فلورا بيسموها الموجودة تساهم بإنتاج هذه الفيتامين، زي فيتامين كي على سبيل المثال، وهو مهم جدا في الكلوتينج. فيتامين كي يتم تصنيعه عن طريق البكتيريا الإنزيم داخل اللارج انتستين، وبالتالي يتم امتصاص فيتامين كي عن طريق اللارج انتستين. الجي آي تتكون من فور تونيكس أو لايرز. في عندي الميوكوزا، برضو مش رح أحكي لك ما هي مكونات الميوكوزا، تحكي لي إبيثيليال تيشو ولامينا بروبريا وماسكولاريس ميوكوزي، ما بهمنيش هذا الاشي، يعني تخوض بالهيستولوجي، ولكن هي اربع طبقات من الداخل الى الخارج. الطبقه الاولى هي عباره عن الميوكوزا، تليها السب ميوكوزا، و زي ما انتم شايفين السب ميوكوزا فيها بلود فيزلز، بينما في عندي بلود فيزلز بالميوكوزا، وبالتالي الأكسجين، الغازز، النيوتريانس تنتقل من الصب ميوكوزا إلى الميوكوزا عن طريق الديفيوجن. وبالتالي ما في عندي تغذية أو تزويد مباشر للميوكوزا بالغازز وبالنيوتريانس. This layer is avascular. ولكن الصب ميوكوزا it is extensively يعني vascularized area. الصب ميوكوزا أيضا من الأمور الموجودة في الصب ميوكوزا عبارة عن collections of neurons، وهذه collections of neurons تسمى هيها هذه النت، هذه تسمى submucosal plexus أو ما تسمى الميسينر بلكسس. الميسينر بلكسس أو submucosal plexus.
راح نحكي عنها. والطبقة الأخرى هي عبارة عن الماسكولاريس، طبقة العضلات. والماسكولاريس عبارة عن، في العادة عبارة عن two layers، ولكن ممكن يكون three layers، زي مثلا الاستومك فيها three layers of smooth muscle. ولكن بشكل عام الجي اي تحتوي على two main muscular layer، لما عبارة عن اللونجيتودينال والسيركولار. هذه طبقة العضلات. فإذا هذه عبارة عن اللونجيتودينال أو اللونجيتودينال زي ما بدك لفظها، أو السيركولار مصر، وأيضا المسكولار لاير اللي سميناها مسكولاريس أيضا تحتوي على نتورك أو collections of neurons. هذه تسمى الماي انتيريك بلكسس أو بلكسس أوف إيرباك أو الماي انتيريك بلكسس. طبعا راح نحكي عنهم. الماي انتيريك بلكسس في العادة مسؤولة عن الموتيليتي انتراكشن ريلاكسيشن، وايل الصب ميوكوزال بلكسس الميسينال بلكسس العادة هذه تنظم آلية السكريشن، فواحدة تؤثر على السكريشن والأخرى تؤثر على الموتيليتي. ماشي جماعة، بس نقدر نخلص احكولي لأنه أنا ما معيش ساعة صراحة ما جبتهاش معي، فبس نقدر نخلص احكولي خلصنا، فأنا راح أظلني مستمر. في عندي الطبقة الأخيرة هي سيروس ما بتهمنيش. فإذا هم أربعة layers. الريجوليشن للجي اي تراكت للفانكشنز للسكريشنز للموتيليتي، في عندي النيورال ريجوليشن وفي عندي هرمونال ريجوليشن. النيورال regulation ممكن يكون extrinsic neural regulation and it also can be intrinsic neural regulation. The extrinsic neural regulation يتم عن طريق autonomic nervous system، هم الparasympathetic والsympathetic. while الparasympathetic stimulate the GI activity، sympathetic inhibits the GI activity. هذا بالنسبة للextrinsic. إذا sympathetic وparasympathetic. while الانترنزيك هي عبارة عن البلكسس اللي حكينا عنها قبل شوي، الميسينار بلكسس والماي انتيريك بلكسس، وهذه collectively known as enteric nervous system. enteric nervous system إضافة لهذه كلها طبعا عبارة عن تنظيم عصبي. إذا إضافة إلى النيورال ريجوليشن في عندي هناك هرمونال ريجوليشن، في عندي ما يسمى باراكراين سيجنالز وفي عندي هرمونال سيجنالز. باراكراين يعني في العادة الغدة تؤثر على نسيج مجاور، وبالتالي ما في داعي أن ينتقل الهرمون إلى هذا النسيج عن طريق الدم، قد ينتقل عن طريق يعني الفلويدز الموجودة بين هذه الأنسجة. تسمى باراكراين، يؤثر على يعني الغدة تؤثر على نسيج مجاور، بينما إذا كان التارجت تيشوز
far away from the endocrine cells, the endocrine cells release its hormones بداية عبر إلى الدم. وهذا الهرمون ينتقل عبر الدم إلى التارجت تيشوز لأنه هو بعيد. واضح؟ فإذا في عندي أيضا هناك هرمونال ريجوليشن. قبل شوي حكينا في عندي جاسترين، في عندي سكريتين، في عندي كولسيستوكاينين. We have different types of hormones تؤثر على عمل الجهاز الهضمي. فهون زي ما احنا شايفين على هاي الرسمة، هذا عبارة عن الانتير أحيانا بيسموه ليتل برين. الانتيريك نيرفوس سيستم هو عبارة عن كوليكشنز من سنسوري نيورونز ومن انتر نيورونز ومن موتور نيورونز. وبالتالي أي تغيير داخل الجهاز الهضمي، تغيير في الـ pH chemical change أو تغيير بالأوزمولاريتي أو تغيير ميكانيكي بصيغة إنك stretching على سبيل المثال، هذه المتغيرات كلياتها الانتيريك نيرفوس سيستم بإمكانه يستشعرها ويفسرها ويستجيب لها بدون الرجوع إلى السنترال نيرفوس سيستم. وبالتالي هو عبارة عن لوكال ريفلكس أو شورت ريفلكس. فديفرنت ستيمولاي كان بي ديتكتد باي الانتيريك نيرفوس سيستم بارتيكولارلي باي السنسوري نيورونز. The sensory neurons of enteric nervous system can detect chemical, mechanical changes within the GI tract system, and they can interpret these changes, بفسرها، وأيضا respond عن طريق motor neurons أو efferent neurons. وهذه طبعا target tissues في النهاية راح تكون عبارة إما smooth muscle وإما secretory cells. فبصير عندك هناك more contraction أو less contraction، أو بكون في عندي more secretion أو less secretion حسب changes اللي صار حسب stimuli. فبصير في عندي contraction أو relaxation، بصير في عندي هناك secretion. وهذا السكريشن زي ما حكينا قد يكون عبارة عن إكزوكراين وقد يكون عبارة عن إندوكراين. إندوكراين معناته راح يكون في عندي هرمونال سكريشن، أو إكزوكراين راح يكون في عندي سكريشن للإنزيمز للفلويد للبيكربونات إلى آخره. فضل. ولكن لا يعني ذلك إنه الانتيريك نيرفوس سيستم لا يقع تحت تأثير الأوتونوميك نيرفوس سيستم. هو يقع، فأحياناً الانتيريك نيرفوس سيستم هي التي تتحكم بعمل الانتيريك نيرفوس سيستم، وبالتالي تتحكم بعمل السموث مسلز والسكريتوري سيلز. وأحياناً الأوتونوميك نيرفوس سيستم يؤثر على هذه التارجت تيشوز دايركتلي دون الرجوع إلى الانتيريك نيرفوس سيستم. فالأوتونوميك نيرفوس سيستم إما تأثيره بيكون عبر الانتيريك نيرفوس سيستم على its target tissue، على السموث مسل، على السكريتوري سيلز، أو ممكن يكون تأثير مباشر، مباشرة يؤثر، وبالتحديد طبعا السمباثيتك، ورح نعرف بعدين في يعني السنوات القادمة ليش. أوكي، السمباثيتك هو الذي يعني بالعادة يؤثر بهذا الشكل، لأنه في العادة خلاص مش تحكي المعلومة خلاص، بس خلينا بس بهذا اللي حكيته. أوكي، وبالتالي إذا تأثير الأوتونوميك نيرفوس سيستم المباشر على التارجت تيشوز، أوكي،
lung reflexes. فإذا إذا صار في عندي تغيير، هذا التغيير can be detected by sensory receptors. هذه sensory receptors أمامها طريقين، إما أن يتم التشابك ما بينها وما بين الموتور نيورونز عن طريق الانتر نيورونز، ويتم تفسير هذا التغيير لوكالي وبالتالي ينجم عنه لوكال ريفلكس، أو إنه هذا التغيير which is detected by sensory receptors ينتقل إلى central nervous system، والcentral nervous system هو الذي يفسر هذه المتغيرات ومن ثم يؤثر، إما يؤثر على الانتيريك nervous system وأحيانا يؤثر على الافكتور أورجانز أو التارجت تيشوز دايركتلي. في هذه الحالة هذا الرفلكس يسمى لونج رفلكس، كونه الكرنس انتقل إلى الجهاز العصبي المركزي فهي عبارة عن لونج رفلكس، ولكن ما دام الرفلكس هو لوكال وتم تفسير هذه المتغيرات لوكالي عن طريق الانتيريك نيرفوس سيستم ومن ثم الاستجابة المناسبة إلى هذا التغيير، إذا نحن نتحدث عن شورت رفلكس. فإذا الأوتونوميك نيرفوس سيستم اللي هي السيمباثيتك والباراسيمباثيتك either they affect the enteric nervous system or they affect directly target tissues تؤدي إلى more secretion أو less secretion, more contraction أو less contraction. تحدث عن الاستومك دكتور، أحكي كأنه الوقت خلص. أكيد. كديش الساعة؟ 1:16. طيب شي ونص تخلص؟ مع الجدول ربع. بلا جدول بلا هم يزن، خلينا نخلص. أنت فين في المحاضرة بعدها يعني؟ أنا تمي 1:30. بعد ربع ساعة 1:30. إذا هيك طيب نوقف يا جماعة، خلص ماشي. نصلي. يا سيدي تقبل الله. خلاص إذا متوقف هنا.